من رعته عين الله لن تضره أعين الناس، ومن منحته يد الله لم تمنعه أيادي الخلق، ومن تولاه الله كفاه شر خلقه. اللهم اجعلنا وأحبتنا في رعايتك وحفظك. اللهم إنا نسألك الرعاية والهداية والولاية والرزق الوفير والخير الكثير الذي يعيننا على طاعتك ونيل رضاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى الجميع يكون بخير. معايا اليوم وصفة حلوة جدا جدا بمناسبة طبعا قرب العيد الأضحى. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يكون عيد سعيد عليكم وعلى أهلكم وعلى كل اللي انتم بتحبوه. علشان قرب العيد فقلت نعمل لحمة، نعمل لحمة مشوية بس بطريقة جديدة شوية. هنعملها في حلة الضغط، وهي بتطلع زي المشوية بالظبط ويمكن أحلى كمان، تطلع جوسي جدا وحلوة جدا لو اتبعتوا نفس الطريقة. وما تخافوش ان شاء الله هتطلع معاكم حلوة جدا وبدون ولا نقطة مية، يعني بجد صحية ولذيذة وفي نفس الوقت حلوة جدا. ممكن تعملوا معاها اي صنف بتحبوه، رز اصفر، ممكن تاكلوها مع خبز، يعني بجد الوصفة دي لذيذة جدا. يلا بسرعة ندخل على المكونات ونشوف ايه هي. معايا كيلو من اللحمة زي ما بتحبوا طبعا، لحمة ضاني، بتلو، زي ما انتوا بتحبوا. معايا معلقة كبيرة من الزبدة، ومعايا بصلة كبيرة مبشورة، ومعايا كمان فص ثوم مهروس، وعندي ملح وفلفل أسود، كزبرة، هي دي بس التوابل اللي أنا بحطها، كزبرة ناشفة طبعا. ممكن انتوا تحطوا التوابل والبهارات اللي انتوا بتحبوها. كل البهارات اللي عندي دي بحطها على بعضيها، وبحط عليها الثوم وأقلبها بقى كويس جدا عشان كله يندمج مع بعضيه، بحيث الزبدة كلها تبقى ريحتها بقى الكزبرة والفلفل الأسود والملح طبعا. والملح ما تحطوش كتير، يعني بعد ما تستوي اللحمة ممكن تحطوا لها بقى الملح اللي انتوا بتحبوه. وعندي كمان صلصة الصويا، هاخد منها معلقة صغيرة او معلقة كبيرة على حسب ما بتحبوها. بس صلصة الصويا على فكرة رخيصة جدا، مش غالية، بس بتدي للأكل تطعيمة حلوة جدا، وممكن كمان تستغنوا عنها للناس اللي ما بيحبهاش. وهقلبها بقى مع اللحمة كويس جدا. الزبدة صحية جدا وأحسن من الزيت ومن السمنة البلدي كمان، يعني بجد خفيفة وحلوة، وهتطلع كمان طعم اللحمة نكهتها كده حلوة جدا، وهتطلع مستوية جدا وجوسي. إن شاء الله الوصفة دي هتعجبكم. وهحط كمان عليهم بقى البصل، البصل اختياري، يعني لو انت بتحبي فيها صوص كده زيي، انا احب اللحمة فيها صوص شوية عشان لو هعمل رز معاها احط عليها البصل. لو مش بتحبي ان انت يكون فيها صوص وبتبقى زي المشوية ناشفة شوية، هتستغني عن خطوة البصل، لكن انا بحب ان يكون فيها صوص شوية عشان اللي يحب يغمز او نحطها على الرز، يعني ده طبعا على حسب ذوق كل واحد. بحطها بقى في حلة الضغط زي ما انتوا شايفين كده، ما حطيتش ولا نقطة مية، يعني السر اللي فيها اني بحطها بدون ولا نقطة مية، بدون لا اسلقها ولا احطها في فرن ولا شيء، بس هستخدمها في حلة الضغط واضغطها بقى كويس جدا واقفل عليها بس. وهحطها بقى على النار، تكون ايه اول شيء هتكون عالية شوية، بعد كده لازم تكون واطية شوية، تخليها يعني على درجة حرارة هادية جدا. عارفين تسوية الرز، نخليها كده على تسوية الرز. انا اول مرة لما عملت الوصفة دي بصراحة كنت خايفة جدا، لاني قلت ازاي اللحمة هتستوي بدون ولا نقطة مية. فالمهم عملت ايه، كنت كل شوية بروح اشوفها صراحة، يعني افتح عليها، يعني فتحت عليها بعد ربع ساعة لقيتها لسه منزلة ميتها، قلت لا خلاص قلبتها. بعد شوية تاني ربع ساعة كمان لقيتها فيها ميتها. فعلشان كده ما تخافوش ان شاء الله، وما تقلقوش، ممكن تشوفوها كل شوية مفيش اي مشكلة. شايفين انا فتحت عليها اهو بعد نص ساعة، هي تقريبا مش بتاخد الا نص ساعة، ساعة الا ربع لو اللحمة مش بتستوي كتير معاكي. انا فتحة عليها دلوقتي بعد ربع ساعة، شايفين شكلها، هسيبها تستوي كمان ربع ساعة تاني وان شاء الله افتح عليها ووريكم. بس شايفين زي ما قلت لكم البصل والصويا صوص، عطولها زي صوص كده شوية، شايفين، بس اللحمة لسه طبعا ما استويتش، فانا هسيبها كمان ربع ساعة تاني
او ساعة الا ربع بالكتير، يعني تخلي اللحمة سوى اللحمة نص ساعة او ساعة الا ربع بس، علشان اول مرة بتجربوها ممكن تفتحوا عليها كل ربع ساعة علشان تقلبوها. بسيبها نص ساعة كمان وبفتح عليها وبقدمها وبوريها لكم ان شاء الله. كده بعد ما سبتها طبعا خالص تهدى، انا فتحت عليها ولقيتها مستوية جدا وجوسي، وشكلها زي ما انتوا شايفين كده تحفة بجد، بتطلع يعني شكلها يجننها، زينها بشوية بقدونس او كزبرة خضراء، شايفين بتطلع معايا ايه، بتتقسم من الشوكة بجد، يعني مستوية جدا جدا، طعمها كمان لذيذ جدا. نعمل معاها رز بالخلطة او رز عادي، رز اصفر، بجد حلوة جدا. احلى شيء فيها ان هي بدون ولا نقطة مية، يعني بتحتفظ بطعمها، بتدوق طعم اللحمة الاصلي. اذا عجبتكم الوصفة لايك وشير، اشتراك في القناة، تفعيل الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد انزله. بحبكم في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.